البارح سيتي اون بروجيكسيون في صفاقس الحقيقه معناها حاجه فرهد ياسر كيف تشوف القبيل نتاع الناس على الفيلم بالشكل هذاك والحماسه نتاعهم سورتو في الدبا من بعد الفيلم وكل دونك فوالا اون ايتي بري بالدبا صدنا شويه واليوم قمنا معناتها باش نخرجوا يا اخي مع صارت مشكلة في كهرباء كان هيك علاش بدا زاد نخلط المهم لاباس غانم المهم لاباس احنا رجعنا خدينا ثنية توصلها تري بيان تري بيان دونك غانم دور يوسف في فيلم على كف عفريت نذكروا الناس اللي يسمعوا فينا الكل انك كنت خديت جائزة افضل دور رجالي في فيلم عزيز روحه لسونيا الشامخي اليوم دور اخر حاجة اخرى مختلفة على الادوار اللي مثلتها الكل غانم ولا بروجيكسيون باش تكون في الحمامات غدوة ان شاء الله بيان سور غدوة البروجيكسيون معناتها من اهم العروض بتاع الفيلم اللي تعنيني انا لانها باش تكون في وسط اصدقائي وفي وسط معناتها سيني كلوب حمامات والناس اللي نعرفهم واللي عندهم ديما مستوى رفيع جدا للنقاش خاصه انه فيلم مهم في انه يطرح النقاش يفرض النقاش معناه دونك غدوه البروجيكسيون في حمامات في العشيه باش نكون حاضر انا ان شاء الله وانا وكوثر بن هنايا باش نقدموا الفيلم وباش نناقشوه مع الناس ونتصور انه باش تجي عديد يعني عروض الفيلم في حمامات اكيد انا باش تعاود وفي نابل ان شاء الله قريب وحتى في قربه وفي برشا بلايص لانه بالحق الفيلم قاعد مطلوب بشكل كبير الفترة هذه دونك مش نحاولوا المرة هذه نتصور انه مش نعملوا رقص قياسي حتى في عدد العروض ان شاء الله الفيلم لو كان نعطيه عليه لمحة غانم للناس اللي يحبوا يجوا يتفرجوا يحبوا ياخذوا فكرة عامة على الفيلم غدوة الفيلم على كف عفريت هو فيلم مختلف على يعني بالنسبة لي انا كغانم هو انضج تجربة سينمائية قمت بها في تونس حتى التو على جميع الأصعدة فيلم في تحدي تقني جديد فيلم ما يشبهش الأفلام الأخرى اللي عملتها أنا قبل ولا اللي معناتها اللي تفرجت فيها فيلم يعاود بيان سور يعاود يحكينا بشكل فني بشكل في جانب كبير من التصرف من قبل كوثر بن هنية يعاود يذكرنا في حادثة رشد التوانسة الكل في عام 2012 في هيك الفترة القادمة من تاريخ تونس الجديد اليوم اللي هي حدث اغتصاب الطفلة الفتاة مريم من قبل أعوان أمن وقت اللي كانت برفقة صديقة ويعاود يطرحها بشكل يعني فني جمالي باجتهاد كبير من ممثلين في كاستينج نتصوروا استثنائي لأنه الفيلم يعمل ياسر على الممثل فيلم ما فيهش مونتاج فيلم شو فيه اللي تعيشه شخصية مريم كما اللي عشته في هاك الليلة هذيك بالضبط يعني دون لو طون ريال في الوقت نتاعو فيلم يعطي قيمه حتى للغبره نتاع الدوسيات في المركز كل شيء تشاف كأنك تعيش مع الشخصيه او يورط المتفرج مع الشخصيه الى درجه انه يولي يحس روحه معاه فالفيلم فيه برشا ذكاء في اختياراته الجماليه والتقنيه انا نعتبره كما قلت انضج تجربه سينمائيه قمت بها وفيلم يعني تلسى الكل لانه فيلم يحكي على حق التوانسة ويحكي على سكان حق التوانسة وفي لما في يتبع رحلة بالحقيقة هو رحلة بحث عن العدالة وتوق كبير للعدالة وحتى التوا في العروض اللي قدمناها مس برشا الناس اللي تفرجت وهذاك علاش كيما نحكيك البارح انه يكون فما دباء بساعتين ونص من بعد العرض في الساقس سي با بو ريان اطول حتى من فيلم فيديو هذا باختصار شنو الفيلم عليه اي كيما قلت لك اطول ظهري من الفيلم فيديو الدباء اللي صار بعد الفيلم اي دونك غدوة كيما قلت في السيني كلوب الحمامات دار سيباستيان هكا اي سيني كلوب الحمامات دار سيباستيان